أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلة واقعية أكو ذلة ظاهرية. ذلة ظاهرية أذلة عزيزة أنا، هذا معنى، لأنه الحسين عليه السلام مع مجموعة من الأفراد مقابل عشرات الألوف. سلام عليكم. وأما لا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الإمام الحسين عزيز، واقعا عزيز مذليل، مثل لقد نصركم الله ببدر. این یه بحث عامیه توی همه شرایط که آیا شرط فاسد مفسد مشروط میشه یا نه، حالا چه شرط در بیع باشه، چه در اجاره باشه، چه در رهن باشه، چه هر جا باشه، در صلح باشه. اما ظاهرا این، السلام علیکم و رحمت الله، شرط فاسد اگه مجهول نکنه مشروط را، مفسد مشروط نی، مفسد عقد نی. اگه این سبب شد که عقد مجهول بشه، از اون جهت باطل میشه. اگه نه، نه، شرط باطله. نعم. و علیکم السلام. جاها فرق میکنه. خب اگه شرط برخلاف مقتضای عقد باشه فاسده، اما اگه شرط برخلاف اطلاق عقد باشه فاسد نیست. یعنی جاها فرق میکنه و خودش برداشت فقها اینه که فرق میکنه کجا شرط خلاف مقتضای عقده، کجا شرط خلاف اطلاق عقده. هر شرطی که خلاف اطلاق عقد باشه صحیحه، هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشه اونه که باطله. که وقت آیا مشروط باطل میشه یا نه؟ یعنی شرط در مجلسه شیخ میفرماید که خود شرط هشتا نوع
همین جاش فرق میکنه، جاش فرق میکنه، رو مبنای فقه هم فرق میکنه. نعم. و علیکم السلام. اکرم و انعم. عليهم وعليكم السلام، دعاء لهم جميعا. الأخوة الأحبة يعني رادوا يسمعون الجواب من ثمر الشيء إن شاء الله. كل جزع مذموم مع خلل جزع على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. صلوات الله عليه. يصير يعني الآن من فوائد يعني في مجالس الحج، شخص إذا أبوه أمه أخوه فتصير بده يكون ناعي، وهذا الناعي يوصلهم إلى من الجزع، وشخص يريد ينتن نفسه، شخص يبر راسه في الحائط، يعني قالوا احنا نريد نعرف انه هذا الفعل الشخص اذا يريد يجيب شخص ناعي ويوصل هؤلاء الى هذه الحاله، هذا يجوز او لا يجوز؟ اذا يجوز يريد يبين لنا سماحه السيد، واذا ما يجوز ايضا خلي يبين سماحه السيد، احنا نريد نسمع من لسان الشرع. هذا يجوز ولكن مكروه شرعا. يعني عند الشرع مكروه، مذموم، هذا مو حرام إلا إذا استلزم حرامه، يعني استلزم أحد أمور ثلاثة، الجزع صار سبب لقتل النفس، صار سبب لتلف قوة أو عضو، قوة من قوى البدن أو عضو من أعضاء البدن، أو صار سبباً للأمراض الخطيرة، هذه الثلاثة ما يجوز، أما حرام. أما إذا ما كان أحد هذه الثلاثة الجزع مكروه مو حرام. نعم. المعصومون الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، الله منطيهم الولاية العامة على النفوس والدماء والأعراض، الأموال والأعراض، ولكن ما يستفيدون منها، مثل فد واحد اللي عنده ملايين يقدر يستفيد منها بس ما يستفيد منها. المعصومون عليهم السلام ما كانوا يستفيدون. نعم، فد مورد أكون فد شباب كانوا يأذون بالشارع، الإمام عليه السلام نهاهم، فد رواية مرسلة أكون الإمام قال من يشتري مني هؤلاء الأعبد، هذول ما كانوا عبيد كانوا أحرار، ولكن الإمام لمجرد أنه ينتهوا هؤلاء الشباب عن إيذاء المارة، إن صحت الرواية، والرواية مو صحيحة، ولذا لا، الأئمة عليهم السلام وهكذا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانوا يستفيدون من هذه الولاية، أكو حق كان لهم حق بس ما يستفيدون منها. هذا استثناء، استثناء أكو. هذه استثناءات، وإلا مولانا بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه، في الروايات الصحيحة أكو يسير بسيرة جده رسول الله، ويسير بسيرة جده أمير المؤمنين. الخط العام لمولانا الحج عجل الله فرجه هو عمل رسول الله وعمل أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله.
على كل أكو بس هاي استثناءات استثناءات أي إذا ثبت بد استثناء ما يخالف بس استثناء هذا. لأن ليش؟ لأن الأولاد يرثون حصص آبائهم. ابن البنت يرث حصة البنت إن كانت موجودة. لو البنت كانت موجودة كانت تأخذ. هسه البنت مو موجودة. لو البنت موجودة الورث ما يوصل لابنها. وهكذا بنت الابن. بنت الابن تأخذ حصة أبوها إذا كان الأب موجود. أما هسه اللي مات الجد والأب مو موجود يعني الابن مو موجود وصلت النوبة إلى الحفيد والحفيدة يأخذون حصة من تقربوا بهم إلى الميت. بلي بلي لا لا أي يعني هذول أنواع بالنتيجة. بعض حتى من المسلمين يحاربون المولى عجل الله فرجه عند ظهوره، والكفار اليهود والنصارى يسلمون على يديه. لا لا شوفوا الرواية لازم اللي ينقل. احنا ما شفنا المعصومين عليهم السلام وذول الروايات اكو واحد عن واحد عن واحد لانه يوصل الى الامام عليه السلام. لازم كل هؤلاء الرواة كلهم يكونوا ثقات حتى الرواية تكون صحيحة. واذا واحد عن واحد عن واحد 9 8 10 يوصل للمعصوم، إذا واحد منهم مو معلوم يعني مو أنه فاسق حتى لو مجهول حتى لو مهمل، هذه الرواية النتيجة تتبع أخس المقدمات. إذا واحد ينقل لكم عن فد عالم متقي فد شيء وهذا اللي نقل لكم ما تثقون به، انتم ما تعرفون ما تقدرون تصدقوا على ذلك العالم. فلا نصدق على الأئمة عليهم السلام إلا الروايات اللي أسنادها كلها معتبرة وصحيحة، وهذه الروايات اللي مو معتبرة ما يمكن أن نلتزم بأنها صادرة عن المعصوم عليه السلام أو صادرة بهذا الشكل، لعلها صادرة بشكل آخر. من هالجهة يكون الدقة في الروايات. نعم 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 الواقع هذه الأمور بنفسها ما بها إشكال إذا لا يستلزم حرام، يعني عيارات نارية إذا يتحفظون أنه لا يتأذى منها أحد شكو بها ما يخالف، هاي عادات.
عادات اللي لا تستلزم حرام ما يخالف. وأما مسألة يبيع بيته ويبيع سيارته ويصرف على الأموات، أيضا هذا مو من المحرمات، إشكال ما بي. نعم لازم ليستلزم حرام، هذه الأمور ليصير سبب للحرام، إذا صار سبب الحرام ذلك الحرام ما يجوز، أما في نفسها ما يخالف. لا لا لا. أهلا وسهلا. أي. إلى 40 يوم لا زال إيمانا. إذا نزل علينا البلاء، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، تصعد الدرجة مالك. بلا شك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. أهل البيت عليهم السلام هذول أتقى الناس، أفضل الناس، كانوا مبتلين بالدنيا. أما في الدنيا المؤمن مبتلى وغير المؤمن أيضا مبتلى. المؤمن يحسب له مثل الواحد اللي يخلي فلوسه بالبنك يدخر إليه، وغير المؤمن لا، رايح أنه ما يحسب له، مثل الواحد اللي جيبه مزروف الفلوس طاحت منه. مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. بله. 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 اما تو همون روایت داره با آسمان میره بعد بر میگرده. تو همون بعضی همون روایات داره به آسمان میره بعد بر میگرده. ببینید نسبت به امام حسین علیه السلام از حضرت سوال کرد، حضرت فرمودن این سوال عظیمی کردی. تو همون روایات داره که بعد بر میگرده، یعنی شاید یه ساعتی یه دقیقه ای نمیدونم حالا چقدر. خب وقت این روایت معارض داره، معارضش همینه که داره که بر میگرده. گذشته از این که این روایات خیلی هست سند نداره، گاه شاید اگر بخواد انسان توجیه کنه باید قضیت فی واقعه باشه، کبریات کلیات معلوم نی باشه، وقت روشن نی. قصه حضرت هادی نعم حضرت هادی علیه السلام با قصه اون دعا کردن اون نصرانی و بارون اومدن، اینا قضیه فی واقعه است. این معناش این نیست که کبریات کلیات داره که اگر امروزم یک کسی استخوان یک پیغمبر یه جای پیدا کرده همین خواهد شد یا نه. گذشته از اینکه عرض کنم غالبا اینا مراسیل یا کل مراسیل. نعم. فوق عرشه مثل يد الله فوق أيديهم. الله عز وجل ليس له جسم، ولذا جه ما إلى الله فوق جوه تحت يمين.
وإنما عندما ندعو نرفع أيدينا هكذا، هذا لمقام الخضوع والتذلل. وإلا في الحديث الشريف أكو أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يدعو لأحد كان هالشكل يرفع إيده، إذا كان يدعو على أحد هالشكل يسوي إيده، يعني الكفين مثلا يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تغفر للظالمين، مثلا هالشكل يسوي. الله موجود في كل مكان. نعم. أي. دم دم بعد. لا هذا الدم شوفوا حتى دم السمك مو نجس. لا لا شوفوا مو كل دم نجس. الدم الذي يخرج من جسد الحيوان الذي له عروق دم سائل، يعني إذا يذبحوه الدم يفور يقفز الدم، هذا الدم نجس. وإلا مثل السمك اللي إذا يذبحوه وهو حي الدم اللي يطلع منه يجري ما يفور، مو دم سائل، هذا مو نجس. مو كل دم النجس، الدم اللي مطرت من السماء ما قعدنا دليل على أنه نجس. دم إذا كان منح أي دم، أما مو كل دم النجس، حتى الحيوانات مو كل دماء كل الحيوانات نجس. هذاك هلا بحث فيه، هذاك مو محل ابتلاء، مو محل ابتلاء. سلام الله عليها، سلام جايز جايز. سلام الله عليها، سلام الله عليها، صلوات الله عليها. سلام الله عليها. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك للجميع إن شاء الله. صلوات الله عليه. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. إن شاء الله. صلاة الظهر وصلاة العصر تقرأ الحمد والتوحيد سبع مرات يبعد الشيطان سبع أيام رب العالمين. وإذا صليت على محمد وآل محمد مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد الملائكة مئة مرة. وإذا صليت على محمد وآل محمد مئة مرة يصلى عليك رب العالمين والملائكة ألف مرة ويهدي لك ست هديات رب العالمين. تسجل لك عشر حسنات، تنغفر لك عشر سيئات، ترفع عشر درجات، الرابع من يسير عليك ملك الموت وياخذ روحك، ما تيس الروح شلون تطلع. والصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللي تكلمني يهدون الفرس من الجنة. اللهم صل على الياقوت الأحمر. والصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. هذا النبي يوم الملائكه قال ما لي لا نبي ولا من ملائكه الله الصالحه، انا بالصلوات على محمد وال محمد اتى وجهي الاله. اللهم صل على محمد. يا رب صل على محمد وال محمد. بعد. بعد. شيء. بله. جسدی از دست چه مزد داخلش عموم این باشه که هر دمی
اما تقیید شده بله اون یک استثناست اما استثناهای دیگه هم داره نه ببینید لا یضر الصائم اذا اجتنب ثلاث خصال وقت این اگه یه دلیل دیگه گفت اون کذب علی الله و رسول هم مفتره اون با این تعارض نداره این تخصیص میزنه این عام را عرضم همینه که خود از اول دلیل تقیید کرده مقید چون عقد و سلب داره این عمومات نجاست و حرمت دم را تقیید میکنه این را عروه داره گفته اصل عدمه چون شک در تنجیز شک در الزامه مثل فرض کن تمام نجاسات دیگه اگر یکی شک کردیم این مدفوع حیوانه که نجس مدفوعش یا مال حیوانی که طاهره چون شبهش موضوعیه اگه شد فقط بحث در اینه که فحص میخواد یا نه غالبا هم آقایون یعنی گفتن فحص هم نمیخواد اصل طهارت دیگه چون شبه موضوعیه است چی؟ این فرمایش تنها سید مرتضی است من از غیر سید مرتضی نشنیدم این را فرموده باشه اگه آورده خب اونم استاد سید مرتضی من یادم نیست شیخ مفید این که من یادم از سید مرتضی است و این خلاف ظاهره اگر هم حالا یکی دوتا گفته باشن غالبا نفرمودن نه اینکه معجزه نیست فقط اعجاز در منصرف کردن مردمه نه معجزه است خارجه هم همین جوره اینایی که فصحا و بلغای عرب بودن نه اینکه این بوده که منصرف می شدن تو توی دلیلی هم نیمده صرف ظاهره یعنی من ندیدم حتی خود سید مرتضی هم یه ادعایی کرده نه دلیل میخواد یعنی این خودش معجز نیست فقط اعجاز در اینه که خدا کاری کرده که مردم نتونن این غیر معجزه انجام بدن خلاف ظاهره هذه الرواية هذه الرواية في كتاب اسمه مصباح الشريعة هذا الكتاب راجعوا فقهاء ذاك هذا أصلا مو منسوب إلى الإمام الصادق أما قطعا مو عن الإمام الصادق يعني أكيد لأنه فيها أشياء مخالفة للواقعيات واحد كتاب كتب كل الكتاب مصباح الشريعة وقال هذا عن الإمام الصادق لا وهذا الجملة اللي جنابكم نقلتوها موجودة في هذا الكتاب مصباح الشريعة هذا صحيح هذا صحيح ما يخالف نزلونا عن الربوبية صحيح أما هذه الجملة معناه الربوبية كتاب مصباح الشريعة الفقهاء قالوا هذا مو عن الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا القرآن يعني شنو يعني كل القرآن تفسير أكو آية واحدة القرآن مثل كلمة الماء الماء يطلق على ماء البحر ويطلق على قطرة من الماء أيضا الماء آية الكرسي هم هالشكل الآيات آية السخرة آية الكرسي آية بالقرآن الكريم مكرر أكو يطلق على آية واحدة ويطلق على آيات أيضا تطلق
شوفوا ثلاث أقسام في الروايات أكو. أحياناً في الرواية موجودة إقراءة الكرسي إلا وهو العلي العظيم، يعني آية واحدة. في بعض الموارد أكو إقراءة الكرسي إلا هم فيها خالدون، يعني ثلاث آيات. أما الموارد اللي ما مذكور إلا، النهاية مو مذكورة، يعني ما مذكور إلى أين. الجماعة قالوا أنا محسك بنائي أنه الآية الأولى وحدها. إذا أكو آية الكرسي اقرأ 30 مرة آية الكرسي في المورد الفلاني، يعني إلى وهو العلي العظيم. إلا إذا تصريح أكو بإلهم فيها خالدون. نانا قبل متيقن بيشترش قرينة ميخات اطلاق، بل بيشتر دليل ميخات، يعني ثابتني بعد أس خارج ثابت بش حقيقة الشرعية ظاهرة النيس. وصلى الله على محمد وعلى آله. سيدي يا من ضياعه